السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد الحلوة بسيطة وسريعة في التحضير. حتى بالنسبة للمقادير، مقادير بسيطة كما كتشوفوا هنايا. هاد الحلوة هذه على الشكل ديال الحبة ديال القهوة، كتجي مذاق ديالها رائع بالمذاق ديال النسكافيه والكاكاو. كما كتشوفوا كتجي رطبة وهشيشة بالنسبة للأطفال حتى بالنسبة للكبارين. وبقوا معايا دابا تشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير. بالنسبة للمقادير، غادي نحتاج كاس ديال السكر كلاصي، سكر بودرة، 125 غرام ديال الزبدة، يعني نص ربع ديال الزبدة تكون كريمية بحرارة المطبخ. عندي معلقة كبيرة ديال مايزين النشا تكون عامرة، معلقة كبيرة ديال الكاكاو، بودرة ديال الكاكاو تهي تكون عامرة، معلقة صغيرة ديال النسكافيه، واللي كيبغي النكهة ديال النسكافيه يزيد عمل جوج معالق ديال النسكافيه، واحد بيضة. بالنسبة للدقيق عندي تم 4 كيلو، وغادي نقول لكم في الآخر شحال تخلي فيها، وعشرة غرام ديال الخميرة ديال الحلوة. دابا غادي ندوزو للطريقة، وطريقة ديالها سهلة ما كتديش الوقت بزاف. دابا أول حاجة غادي نعملو الزبدة. بالنسبة للزبدة ممكن تستعملو الزبدة اللي بغيتو، يعني الزبدة تكون حيوانية يعني ماشي مارغارين. دابا غادي نضيف معاها واحد بيضة، كاس ديال السكر بودرة، اللي كيبغي الحلاوة تكون زايدة يزيد واحد شوية ديال السكر. بالنسبة لهاد العبار هذا هو هذاك، ما كتجيش حلوة بزاف. صافي غادي نخلط ديك العناصر مع بعضهم. هاد العبار هذا كتخرج 40 حبة، يعني القياس الصغر. اللي بغى يضاعف الكمية يضاعف الكمية، يعني كل حاجة غادي تضوبل على جوج. هنايا ضيف ديك معلقة ديال مايزينا، كما قلت لكم معلقة كبيرة تكون عامرة. هنايا غادي نضيف معلقه صغيره ديال النسكافيه، او جوج معالق صغارين، يعني اللي كيبغي النكهه ديال النسكافيه تكون زايده شويه في هاد الحلوه. معلقه كبيره ديال الكاكاو، او جوج ديال الساشيات من فئه 7 غرام. صافي هنايا غادي نخلطو مزيان حتى كتجانس العناصر مع بعضهم. من بعد غادي نضيف الدقيق. دائما الدقيق واخا يكون عندكم بالعبر كنضيفو شويه بشويه، لان دائما الدقيق على حسب النوعيه ديالو. انا عندي في ديك الزلافه، اصلا ديك الزلافه كتوزن 250 غرام، اي ما يعادل 4 كيلو ديال الدقيق. اللي عنده ديك الزلافه هذيك ممكن يعبر بها. هنايا نسيت الفاني، واحد معلقه صغيره ديال الفاني او ساشي ديال الفاني. هنايا كما شفتوا غادي نضيف الدقيق شويه بشويه، وغادي نضيف 10 غرام ديال الخميره او واحد الساشيه ديال 7 غرام ديال الالزا، ماشي مشكل. كذلك غادي نحاول نخلط. كما كتشوفوا كنضيف شويه بشويه، يعني واخا انا متاكده من العبر ولكن دائما كنضيف شويه بشويه. هاد الحلوه هذه يعني ماشي كتعجن، يعني مجرد كنجمعوها فقط باش كيتجانس داك الدقيق مزيان في الخليط. صافي كما كتشوفوا هنايا كما كتشوفوا هنايا ساليت، بقى لي واحد شويه ديال الدقيق، يعني واحد المعلقه كبيره ماشي عامره. وهذا هو القوام ديال الحلوه كما كتشوفوا، القوام ديالها كيجي متجانس وما كيلصقش في اليد. صافي دابا هنايا غادي نحاول نخلطها مزيان، وغادي ندوز باش نشكلها. بالنسبه للمقادير بالغرام، غادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف، وغادي نخلي لكم حتى المقادير ديال الدوبلي اللي بغى يدوبل المقادير. كما قلت لكم هذا القياس هذا كيخرج 40 حبه. صافي هنايا غادي ندوز باش نشكلها، وفي نفس الوقت انا عملت الفرن يسخن على 180 درجه، وغادي نشكل هذا الحلوه هذه يعني على شكل اصابع، القياس اللي بغيتو كبير او لا صغير، ولكن هو من الاحسن يكون العبر متوسط باش كيجيو الحبات ديال الحلوه متساويين ومقادين. حتى القياس المتوسط كيجي هو هذاك، يعني ما كتجيش كبيره وما كتجيش صغيره.
صافي. هنايا غادي نستمر على هذا الشكل هذا، يعني لا غادي نشكلهم على شكل اصابع. تنكمل الكميه اللي عندي وغادي نوريكم كيفاش غادي نطبعوها. واحد الملاحظه، حاولوا تشكلوها يعني مدوره كما كتشوفوا، كما كنعمل انا هنايا، عاد من بعد تلقوها على شكل اصابع. صافي هذه الحبه الاخيره ديال هاد الطاوه هذه. دابا غادي نوريكم كيفاش غادي نشكلها. كما كتشوفوا هنايا هذا هو الشكل ديالها، يعني كتجي بحال الحبه ديال القهوه. كنشبروا واحد العود ديال الاسنان كما كتشوفوا على هاد الشكل هذا. طريقه سهله مبسطه جدا، يعني اي واحد يقدر يعملها، حتى بالنسبه للمبتدئين كما كتشوفوا. حتى بالنسبه للمقادير بساطين ومقادير مضبوطين، يعني غير تبعوا المقادير بالجرام كما كنعطيكم، ودائما الوصفه ان شاء الله غادي تنجح لكم. صافي وغادي نستمر على هذا الشكل هذا. كما قلت لكم فرن سخنته على 180 درجه. بالنسبه للمده ديال الطهي ديالها 10 ديال الدقائق، يعني دغيا كطيب ردوا بالكم منها، عندك تحرق لكم لان هي في ديك اللون ديال اللون البني، تقدر تحرق وما تردوا لاش البال، ولهذا يعني 10 دقائق هذاك هو الوقت ديالها. واخا كل واحد على حسب الفران ديالو، ولكن ما كتعطلش في الطياب. كما شفتوا هذا هو الشكل ديالها. صافي هنايا غادي ندخل الفرن ونكمل الكميه اللي عندي. ودابا هي طابت بعد ما خرجتها من الفران، كما قلت لكم 10 ديال الدقائق اللي طابت. هذا هو الشكل ديالها، يعني بالنسبه للعبار ديالها كما قلت لكم كيجي العبار هو هذاك 40 حبه اللي عطاتني في هذه الكميه هذه. باقي سخونه الحلوى، وهذا هو الشكل ديالها كما كتشوفوا. كتجي رطبه وكتجي هشيشه من الداخل، حتى الشكل ديالها الشكل ديالها رائع كما كيبان لكم هنايا. انا غادي نوريكم الشكل ديالها من الداخل كيفاش عامل. هذا هو الشكل ديالها من الداخل، كتجي رطبه، القوام ديالها رائع. كنتمنى تجربوا هذه الحلوى هذه، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.